مشاهدينا وين ما كنتوا وين ما انتوا، تحية كبيرة لكم عبر شاشتكم تلفزيون السلام، واهلا وسهلا فيكم في الحلقة المميزة من برنامج اهلا بالعيد، وهو امتداد لبرنامج اهلا رمضان اللي بلشناه بداية شهر رمضان الفضيل. اكيد اجواء مميزة، تحضيرات العيد كبيرة، وفيكم ومعاكم راح نكبر اكثر واكثر لانكم فعلا انتم مميزين. اليوم برنامجنا تحت رعاية كريمة من مطعم شاورما حيفا، مطعم شاورما حيفا المميز بالوجبات والسندوتشات وكل ما فيه مميز، من شاورما، همبرجر، شنيتسل، زنجر، سلطات، حتى شيبس بطاطا اللي بدكم اياه عند مطعم شاورما حيفا. واليوم مفاجاته بكعكه الشاورما لمحبي الشاورما، اصدقائكم، اخوتكم، احبابكم بيحبوا الشاورما، عندهم مناسبه بدكم تفاجئوهم مع كعكه الشاورما. اهلا وسهلا فيكم وبنحييكم تحيه كبيره، خليكم معنا نشوف الاجواء ومع مطعم شاورما حيفا كلكم ربحانين، خليكم معنا. مطعم شاورما حيفا اكيد المذاق اسرار، وسر مطعم شاورما حيفا بما يقدمه من وجبات، من سندوتشات، من كل ما يقدم في عالم الشاورما، ودائما في عالم الشنيتسل والهمبرجر وكل الزنجر وكل الوجبات والسلطات المميزة في نور شمس الشارع الرئيسي بجانب مخبز ومعجنات حيفا. كل عام وانتم بخير. انت بخير. اهلا. انت بخير. انت بخير. تعرف عليكم؟ ام قيس من نور شمس. انا ام قيس. وانت شو اسمك؟ محمد. انا يا محمد. وانت شو اسمك؟ نور. اهلا وسهلا. كيف شايفين اجواء التحضيرات في العيد وقبل العيد، يعني في هالايام هاي؟ الحمد لله ممتاز. مميز ان شاء الله. شو كيف شايف طول كرم يا محمد؟ مليح. منيح تمام؟ اهلين بام قيس. ام قيس احنا برنامجنا اليوم برعايه كريمه من مطعم شاورما حيفا، بتعرفي؟ اه بعرف. شو جربتي من عنده ولا لا؟ بما انه كنت من نور شمس يمكن. جربنا. كيف شفتي؟ منيح والله، وجباته منيحه وزاكي. مميزه. اكيد مطعم شاورما حيفا مميز دائما وعلامه فارقه ومميزه في عالم الشاورما. اليوم كمان مطعم شاورما حيفا بقدم لكم الاشي المميز، وهي عباره عن كعكه الشاورما. اصدقائكم، احبابكم، عيلتكم بحبوا كعكه الشاورما، فقط ما عليكم استوى الاتصال في مطعم شاورما حيفا والتوصية على كعكه الشاورما. يلا يا ام قيس، سؤال لك بتجاوب عليه صح تاخذي معنا جائزتك من مطعم شاورما حيفا اللي هو نور شمس الشارع الرئيسي بجانب مخبز ومعجنات حيفا. ام قيس السؤال بسيط، من هو اول من شرح تركيب العين؟ عالم بصريات معروف، اول من شرح تركيب العين، تعرف؟ تعرف محمد؟ بديش اسال نور، صح نور؟ جود. يلا اعطيهم خيارات. يلا، هل هو ابن سينا، ابن الفارابي، توماس اديسون، ابن الهيثم؟ ابن الهيثم. ابن الهيثم، شو رايك؟ ابن الهيثم. شو رايك يا جود؟ ابن الهيثم. خلاص زي ما بده جود، ابن الهيثم هو اول من شرح تركيب العين، وهي جائزتك مباشره من مطعم شاورما حيفا اللي هو في نور شمس الشارع الرئيسي بجانب مخبز ومعجنات شاورما. شو بتقولي لهم لمطعم شاورما حيفا؟ حب اشكرهم واقول لهم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. مشاهدينا متواصلين مستمرين معكم مع مطعم شاورما حيفا في نور شمس الشارع الرئيسي بجانب مخبز ومعجنات حيفا. مطعم شاورما حيفا خليه خياركم لكل الوجبات المميزة والشهية. مطعم شاورما حيفا الإمكانية للتوصيل أكيد للوجبات الكثيرة والطلبيات الكبيرة، وأكيد ما بقصر معاكم، دائما علامة فارقة في عالم الوجبات وخاصة الشاورما. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. أنت بخير. صحة. تعرف عليك؟ أحمد صباح كفين. أهلا وسهلا فيك، كل عام وانتم بخير. أنت بخير. تعرف عليك؟ سفيان صباح. أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. تمام؟ الحمد لله. كيف في التحضيرات للعيد؟ هينا بنتبضع، بنحضر، بنشتري لواعي، بنشتري ملابس، وان شاء الله انه يبقى العيد فرحه لجميع المسلمين ان شاء الله. اليوم كيف كان افطاركم؟ ان شاء الله تمام الحمد لله. يلا يا سيدي، صحه وعافيه، صيام بكون افطارا شهيا. اليوم من مطعم شاورما حيفا اكيد معكم، بتعرفوا او سمعتوا فيه سابقا مطعم شاورما حيفا؟ سمعت. وين موجود؟ في طريق نابلس، نور شمس. نور شمس، مخيم نور شمس بالضبط، مخيم نور شمس بجانب مخبز ومعجنات حيفا. بدنا نعطيكم سؤال بتجاوب عليه صح تاخذوا جائزه، من هي السلطه الرابعه؟ هلا عندنا ثلاث سلطات، تنفيذيه، تشريعيه، وقضائيه، في سلطه رابعه شو هي؟ او يعني اصطلاحا يطلق عليها السلطه الرابعه. تعرفوا شو هي السلطه الرابعه؟ يلا اعطيكم خيارات. هل السلطه، هل هي السلطه الرابعه، ركزوا منيح، هل هي سلطه الموانئ، سلطه الاراضي، سلطه النفوس، الصحافه؟ الصحافه. 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 جواب نهائي. نهائي. تأكدين. إجابة صحيحة، الصحافة يطلق عليها السلطة الرابعة، وبالتالي هذه الإجابة صحيحة. وفي يوم أكيد الصحافة العالمي
بنبرق اكبر تحيه للزملاء الصحفيين اللي بيصادف اليوم 3/5. كلهم كل عام وانتم بخير واهلا وسهلا فيكم. جائزتكم من مطعم شاورما حيفا ان شاء الله هي عباره عن وجبه عائليه، بتقدروا تروحوا انتم كلكم يعني. شكرا. عند مطعم شاورما حيفا شو بتقولون؟ مطعم شاورما حيفا كل عام بألف خير وصحه وسلامه، وان شاء الله انه يبقى شغلهم مناسب للجميع والكل ينبسط منهم. كل عام وانت بخير. وانت بخير. مشاهدينا، مطعم شاورما حيفا عالم مميز من الوجبات المميزه، شاورما، همبرجر، وايضا شنيتسل وزنجر. مطعم شاورما حيفا بكلكم كل عام وانتم بخير. كعكة الشاورما بانتظاركم من مطعم شاورما حيفا. اذا حدا من اصحابكم بحب الشاورما وهيك اجى عيد ميلاده بس كعكة شاورما. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. تعرف عليكم ربا. اهلا وسهلا فيك. كل عام وانتم بخير يا حلو. الحمد لله. شو اسمك؟ سند. اهلا يا سند، كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ رفيف. اهلا برفيف، اهلا بالحلوين. اهلا وسهلا فيكم اليوم برنامجنا عبر شاشه تلفزيون السلام. اهلا بالعيد، وهو امتداد لبرنامج اهلا رمضان. بنحكي فيه عن موضوع مطعم شاورما حيفا اللي هو بقدم العائد هذا البرنامج اليوم. بتعرفوه؟ سمعتوا عنه؟ نور شمس. زرنا بنور شمس. زرتوه؟ كيف شفتوا عنده الشاورما او ايش اكلتوا ما بعرف؟ لا ما شاء الله الحمد لله منيح. الحمد لله ممتاز. تمام تمام، ان شاء الله بضلوا هيك لانه هو فعلا مميز جدا مطعم شاورما حيفا. سؤال لكم، القطط في طعم ممكن بتقربش عليه يعني بتحبوش بالمره، اي طعم؟ هلا بتعرفي طعم مر، طعم مالح، طعم ما فيش فيه خيارات، ايش اي طعم؟ يعني القطه بتربي لها مثلا شيء هيك طعمه شيء بتقربش عليه. عمرك جربته؟ الحلو يعني. الحلو. الحلو. حلو. هيك رايك؟ او المالح. لا. او مثلا مثل ال يا حلو يا مالح، ايش بدك؟ مش عارفه، ماليش خبره فيه. طيب يلا احكوا اعطوني اجابه هيك، اضربوها ضربه حظ. حلو ولا مالح؟ الحلو. شو بدك تاكل شوكولاته يعني؟ الحلو. الحلو، إجابة صحيحة الحلو، فعلا القطط ما بتذوقها وما بتحب تذوق الطعم الحلو. هديتكم مباشرة من مين؟ من مطعم وشاورما حيفا، شارع الرئيسي في مخيم نور شمس بجانب مخبز ومعجنات حيفا. شو بتقولوا له؟ كل عام وانتم بخير ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. كل عام وانتم بخير. ان شاء الله. مشاهدينا الاعزاء، دائما وابدا متواصلين معكم، واكيد مميز هذه او هذا البرنامج مميز اليوم لانه برعايه مطعم شاورما حيفا، ودائما مطعم شاورما حيفا المميز بكل ما يقدمه، وتحديدا اليوم مفاجاه كعكه الشاورما اللي اكيد احنا دائما بنحب لكم تطلعوا عليها، تفوتوا على صفحه مطعم شاورما حيفا، تشوفوا كعكه الشاورما، زوروها على الفيسبوك، راح تعرفوا اكثر عن مطعم شاورما حيفا. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. تعرف عليكم؟ مرح من شيرين نجار. اهلا وسهلا فيكم. نرحب فيكم اليوم برنامجنا برعاية كريم من مطعم شاورما حيفا. بس قبل هيك، كيف شايفين أجواء التحضيرات للعيد؟ الحمد لله ما شاء الله كل شيء مرتب وحلو الحمد لله. بتحبي الشاورما؟ أكيد، فيش حدا ما بيحب. يعني لازم إذا حدا بده يهديك هدية حلوة عيد ميلادك يبعث لك كعكة شاورما، شو رأيك؟ حلوة الفكرة. المطعم وشاورما حيفا يا جماعة، مطعم وشاورما حيفا بقدم لكم كعكة الشاورما، ما عليكم سوى انكم تتصلوا وتحجزوا كعكة الشاورما من المطعم وشاورما حيفا. اهلا وسهلا فيك. بتعرفي مطعم شاورما حيفا؟ لا والله. طيب، مخيم نور شمس، الشارع الرئيسي بجانب مخبز ومعجنات حيفا، ان شاء الله بصيروا زباين، وبعد ما تفوزوا معنا اليوم بصيروا زباين. ويلا سؤال لكم، اين تقع حديقة البهائيين في فلسطين؟ بحيفا. حيفا؟ لا، يافا. يافا ولا حيفا؟ حيفا. حيفا؟ جواب نهائي. نهائي ان شاء الله. اجابه صحيحه، حديقه البهائيين في حيفا. ليش خربطت حالي؟ هاي الجائزه تفضلوا حدا ياخذها بغض النظر مين. هاي جائزتكم من مطعم شاورما حيفا، شو بتقولوا له؟ كل عام وانتم بخير، تسلموا على الجائزه. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، يعطيكم العافيه. اكيد بنتمنى لكم دائما اجواء مميزه، وان شاء الله مع قرب حلول عيد الفطر السعيد بكلكم كل عام وانتم بخير. طيب ام ثابت، بتعرفي مطعم شاورما حيفا؟ أو سبق سمعتي عنه أو زرتي؟ لا سمعت عنه. سمعتي عنه، هو في مخيم نور شمس أكيد، الشارع الرئيسي بجانب مخبز ومعجنات حيفا. أهلا وسهلا فيك ثابت، إن شاء الله بتروح بتزوري وبتربح معنا جائزة. سؤال لكم بسيط وسهل كثير، في الشعراء الجاهليين كانوا يكتبوا معلقات، فكم عدد المعلقات التي يعني عرفت في التاريخ أو يعني تم رصدها تاريخياً؟ تعرف عدد تبع المعلقات؟ مش عدد كثير هو للعلم. راح أعطيك خيارات بس تركزي فيها منيح، تمام؟ يلا، معلقتين، ثلاث معلقات، اربع معلقات، عشر معلقات. كم معلق؟ ركزوا، معلقتين، ثلاث، اربع، عشرة. عشرة ولا شو رايك؟ هاي الخيارات، اختاري وخر. شو رايك؟
اعطتكم خيارات، طب اضربي لك رقم. 10. اوكي انت اضربي لك رقم. ناخذ الرقم تبعها. خلاص توكل على الله. ناخذ 10. 10 معلقات. يلا الاجابه صحيحه، 10 معلقات اكيد اللي هي المعلقات التي كتبها الشعراء الجاهليين. وهي هديتكم من مطعم وشاورما حيفا. ايش بتقولوا لهم؟ كل عام هم بخير. كل عام هم بخير. كل عام وانتم بخير. شكرا لكم. لهون نوصل لختام حلقتنا المميزه معكم من مطعم وشاورما حيفا في نور شمس، الشارع الرئيسي بجانب مخبز ومعجنات حيفا. سالنا الناس، سمعنا اجاباتهم وربحوا معنا اكيد من مطعم وشاورما حيفا. خلي خياركم مطعم وشاورما حيفا المميزه، خاصه مع كعكه الشاورما المفاجاه الكبيره. دائما وابدا تحياتنا الكبيره لكم وين ما كنتم من مطعم وشاورما حيفا في مخيم نور شمس، الشارع الرئيسي بجانب مخبز ومعجنات حيفا. شكرا لكم ودائما كلكم كل عام وانتم بخير، وتقبل الله صيامكم وافطارا شهيا. الى اللقاء.